جينا نفرحوا معاهم، الله يكمل عليهم بالخير، واللي بغى يدير شي حاجه د الخير يديرها بحال هاد الناس. اما الناس اللي كيبانوا لك نورمال وهذاك الشيء قادرين يديروا اي حاجه، بحال هاد الناس دايزه فيهم هاد الخير، يتعاونوا معاهم الناس. وكنتمنى كاع الناس اللي يشوفوا الناس بحال هكا اللي خاصهم باش يتعاونوا معاهم، حيت وحدين اخرين يقدروا يخدموا ويقدروا يديروا بزاف الحوايج. هاد الناس الخير دايز فيهم، ونتمنى كاع الناس يعاونوا بحال هاد الناس اللي خاصهم ومخصوصين، والله يكمل عليهم بالخير، والله يجزي بخير كاع الناس اللي تعاونوا معاهم وقفوا معاهم. واش كتقاش في اكس وان اكن وان؟ صراحه هادوك الناس غير بغاو يطلعوا في البوز، لا الناس اللي داروا لهم العرس، لان هادوك اصلا اكس وان ان وان شنو هو؟ سيت اون مالادي كي نيكزيست ميم با، بغاو يديروا البوز بها ويطلعوها بو غيان. سيكو هاد الناس اللي هما خاصهم المعاونه، السيد مسكين ما عندوش رجليه، ما عنده ما ياكل ما يشرب، في ناس مي هذاك راه عنده كروسه بعدا يقدر يسترزق بها الله، علاش هما طلعوهم بو غيان؟ سيكو هاد الناس حق خصهم، حيت كتبان لك فيهم الخير دايز بصح، وربي هادو هما اللي غيجازي عليه. اما اللي بغى يدير البوز يطلع به، يطلع اي واحد في الزنقه ويدير به البوز. شتو شويه مع الكوبل مراكش. صراحه الله هادشي داز ماشي زوين، حسن بزاف 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 من اللي كنا كنتخيلوا. سيكو دنيا باطمه تبارك الله عليها، سي الصويري هادو هما الناس اللي كيعرفوا بحق الخير، ماشي ناخذ قاعه ونخلص ونطلع البوز ميك اب ارتست وتخربيق، داكشي بوغ نو غير تخربيق. اللي بغى انستغرام وبغى يوصل لاميليون عطا الله باش يوصل ليها، يوصل لها بكتافه ماشي باكشن وان ان وان. شبعتو شطيح؟ حيحنا صراحه، انا حيحت بزاف وفرحانه لحقاش هادشي كيعجبني بزاف، وخاص انا جاي من ايطاليا خصيت على قبل الاسبوع، وكنتمنى لهم السعاده والله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.